الجرارات دي تكونها على عامل المناوره وعلى الميكانيك اللي اتعصرت القطره. انا راجل براد عربيات ماليش في الشغلانه دي خالص. انا مريت على قطر وعطيت استعداد الساعه 1 تمام، القطر اتضرب. ما اتضربش، مش بتاعتي. القطر اتاخر هنا 3 ساعات بسبب الامداد كامل منيا، وده شغل ميكانيكا وكهرباء. انا يا راجل براد عربيات مسؤول على العربيات دي، مسؤول لو القطر مقصره بليانها، ولكن برضو اللي بيفورها عامل المناوره. انا مسؤول عن الهواء، بمر على الهواء، بمر على الفرامل، بمر على الكراسي. وسعادتك ملناش اوضه استقبال على القطارات على الرصيف. لو ليك حق هديهولك.